نرمين بسرعة، هلأ حدا بيشوفني. مين رح يشوفك بهالجبال؟ اف خلص ما عاد بدي، رح أمشي. ما عم بفهم شو صار لك فجأة؟ ما خليتينا نرتاح أبدا. ايه بلا، ليكي كيف وراق الشجر بتضل تتحرك. ايه شو المشكلة؟ وإذا يعني تحركت شي طبيعي. عم خاف لما أسمع صوتهم، كمان عم حس في حدا عم يراقبني. بتكوني عم تتوهمي بأبوكي لهيك خايفة. هاي عيون أبوكي عم تراقبك. ما أغلظك. اعترفي بتخافي من أبوكي. ما بخاف. بين إنك بتخافي. عم قلك ما بخاف. عم تكذبي بتخافي. لا تعصبيني. ها بتخافي. وليش لخافي؟ كذابة. خلاص. عم تكذبي. ما أغلظك. خويفة. خلاص بقى خويفة. عم قلك ما بخاف. بلا بلا بتخافي. عم قلك ما بخاف. تأخرنا، يلا بسرعة. وبتقولي ما بتخافي؟ خلينا نسرع هلا. وين كنتوا لهلا؟ لسه ما متنا لك، نا واقفين قدامك. بما انه لسانكم شغال يعني لسه عايشين. كمان عم تضحكوا؟ لا تنبسطي كتير، ابوك عم بيستنى بالحديقة. شو رح تقلي له؟ بالاول شوفوه وبعدها منشوف إذا أنتوا رح تضلوا عايشين أو رح تموتوا. خالي خديجة بترجاكي خليكي معنا. أنا ما دخلني. أمي أماني. خلاص اسكتي، أما أنتي فحسابك بعدين. خالي خديجة أماني، إذا بتحبيني خليكي. بحبك أكيد بحبك، بس كمان ما تدخليني بالقصة استغفر الله. وين كنت لهلا؟ فوت، شو منتظر؟ يلا يلا خلينا نفوت. وين كنتي من الصباح؟ أنا بابا، أنا كنت بصراحة لما سألتني الصبح أنا ما كان عقلي معي أبك. أنا بعتت نيرمين وأمل لعند الخياطة ليقيسوا الثياب. إيه رحنا لعند الخياطة. شكراً لحتى نقيس. تقيسي؟ رحت لعند الخياطة لتفصل فستان جديد، سمعنا أنه إجا قماش حرير جديد، وقلت أنه البنت لازم تلبس فستان جديد. إيه حبيته، أعجبني. أيوة علي. علي شو صاير؟ ولا شيء. ما بقى تهدوها مرة تانية. ايه علي الله يخلينا يا حبي. خالي خديجة كان رح يكشف. لا تتعودوا على هالشغلة دايما. لا بقى تفكريني يا خالي. شكرا كثير خالي خديجة. يلا امشوا بقى امشوا قدامي. علي قلي شو صاير معك؟ ها بشو شارد؟ إذا عرف أبوه ما بيخليك عايش ولا لحظة. يلا أمشي. يلا يلا هلأ كفي شغلك. تفضل يا بيك. خديجة. نعم يا بيك. أمل ما بدي إياها تطلع لحالها، صارت صبية، وإذا صار شي بتخبريني. كانت مع نيرمين، معقول ابعتها لحالها؟ عن جد؟ حلو تبعتيهم لحالهم؟ أساساً هيك أحسن. بلكي حدا اعترض طريقهم، شو بنعمل وقتها؟ لازم نلاقي حل. بدنا حارس إلون يضل معهم مثل ظلهم وما يفارقهم. شخص يكون ثقة وأخلاقه كتير عالية، مين يا ترى؟
علي! مرقت على خير؟ قلتي ما بتخافي من أبوكي؟ نرمي؟ بتعرفي شو بصير إذا البنت ما بتخاف من أبوها؟ شو بصير؟ بتتحول لقردة. شوفي هذا الشاب شو اسمه؟ علي. هالشاب حلو شخصية، طويل ووشه بجنن. طلعي، ما شفتي قديش حلوة ضحكته؟ وشو بيفرق إذا كان حلو ولا بشع، طويل ولا قصير؟ بضل ناطور وبيشتغل عنا. معك حق، الناس مقامات وكل واحد بيعرف مكانه. رايحة، إذا بدك أي شي ناديني. نرمين، شو صار لك؟ انت رفيقة عمري وكبرنا سوا، امك امي وانت مثل اختي، ليش بدك يعني نتزعل؟ امل، ابوكي بده اياكي. يلا بنتي. بده يعني؟ ايه بده اياكي. يلا. كلامي واضح؟ واضح يا بيك. تعالي. انت بتعرفي لعلي؟ انا شفته هون، بعرفه. مو هو شغيل من الشغيلة؟ علي شاب شهم وقبضاي وانا بوثق فيه. ايه صرتي صبية، ما بقى فيكي تطلعي لحالك، خاف عليكي من هاللحظة. انت وين ما رحتي علي برافقك. مستحيل، أنا ما بحب أمشي مع رجال، وخاصة مع ناطور بيشتغل عنا. خليني كفي. قلت لما تطلعي، يعني مو كل الوقت. إذا بدك شي فيك تناديله، بلكي صار معك شي، هو إذا احتجت شي بيساعدك. ما بدي مساعدته. ما بدي اعتراض بنوب. علي رح يرافقك وإلا بكسر رجلك إذا بتطلعي لبرا. بس يا بابا. نحن خلصنا يا بيك، إذا بتحب تشوف رح يجي. علي، إذا خلصت من حصاد القمح خد حدا معك ورجع التركتور. بأمرك يا بيك. يلا. انت مجنون شي؟ ليك بعد من هون. يلا. شو ما عم تسمعني؟ هذا مبين عليه مجنون. ناس آخر زمن، استغفر الله. سمعتي شو صار؟ ايه طبعا، امي خبرتني وكانت مبسوطة لانه ابوكي قرر انه علي يرافقنا، وقالت لي هيك منعرف وين بتروحوا. كتير عجبت الفكرة. اني يالنا، اصلا انتي حبيبتي، مبروك. هيك رح يضل معنا. أمل، شو بدنا نعمل؟
رح خليه يندم لأنه رح يرافقنا، وأنا في براسي خطة رح خلي الندم يأكله أكل. أنا بفرجي كان ناقص. علي ما بدك تقلي شباك؟ ها؟ حطوني مرافق. وليش معصي؟ تعرف شو يعني؟ هيك أمر قال لي وين ما بتروح بتضلك وراها. لو قلت له إنك عم تراقبها شو بدك أكتر من هيك يعني؟ بالأساس أنت بتحب تضل تراقبها، من هلأ رح تضلك معها. لا أنا كان بدي يكون حبيبة مو حارسة، عم تفهم؟ حبيبتي يا وش القمر، رغم أني بعيد عنك لكن قلبي معك. اغفري يأسي وبعدي عن عيونك الحلوة، قمري وزهرة حبي، أنا بحبك. أوف. شبك؟ ليش هيك شكلك؟ لأنه مستغربة فيكي. وليش مستغربة؟ ليش مستغربة؟ لو في حدا حاببني كنت رح طيري من الفرحة. ما بتعرفي شو بدك؟ شوفي كيف حالتك؟ هذا البعد يلي بيناتنا مو شغل يومين، مفكرة سهلة استنى ليخلص عسكرية؟ بعرف إنه الموضوع مو سهل أبداً، بس مو طالع بإيدك تعملي شي، بدك تطولي بالك. يا ريت شي حدا يحبني هيك، حتى لو بعيد بعد القمر، مو مهم المسافات. بتمنى لو بحياتي شخص يحبني ويفكر فيني هيك. خد البسها بتدفيك. انت مو بردان؟ مو حاسس اذا بردان او تعبان؟ كل يلي عم فكر فيه امل وحبه وقلبه. وين الدخان تبعك؟ مبين وضعك صعب. بجيبت الجاكيت. في الليل في أحلامك أرافقك كظلك، ابقي معي ورافقيني كما الروح عمرا. أزرف دموع الحزن من أجل لقياك، كم أتمنى مشاركتك في جميع اللحظات. عاصم أنت شو عم تعمل؟ لك الله يلعنك، هات من ايدك لعمة. وعد علي. لك علي. كان عنا طاحون عنب المي، قدامه ساحات مزروعة في، وجدي كان يطحن بالحي قمح وسهريات، ويبقوا الناس بهالساحات. ست خديجة؟ تفضل يا بيك. رضا بيك بده ياني زوج ابنه
لبنتي أمل. حبيت خبرك بكرة الصبح. خبري أمل بطريقتك. ايه تكرم يا بيك. ما بدي اياها تعترض بنوب. إذا قالت ما بدي رح حاسبك أنتي وياها. ديري بالك. ها احكي عنه كل خير قدامها. ايه ما بعرف يا بيك شو بدي اقول. قولي عنه غني وعنده شخصية ولما شافك حبك وقتها واجا سأل عنك. يعني قولي هيك شي. شو بدي علمك؟ استغفر الله. ما عندك بنت؟ اكيد بتعرفي شو تحكي. حاضر يا بيك. انا ما عم صدق انك حرقت الرسالة. والله ما بعرف شو بدي إلا. بتمنى حبي ينحرق ويتحول لرماد. ما حبيت إلا بنت البيك اللي عم اشتغل عندهم. يا رب تخلصني من هالحب كله. شو الحل؟ قلي شو رأيك أنت؟ والله بدك تتحمل. شوف احترقت الرسالة وصارت رماد. كل شي بيخلص. تنسى. لا بقى تفكر فيها. صدقني ما في حزن بدون بهالحياة. في الليل في أحلامك أرافقك كظلك. ابقي معي ورافقيني كما الروح عمرا. أذرف دموع الحزن من أجل لقياك كم أتمنى مشاركتك في جميع اللحظات. شايفك حافظه منيح. مفكرني بس كاتبه. هالكلمات محفورة بقلبي. يا الله ما في غيرك يساعدني. لقيته. لك لقيت لك يا للحل. رح أقول لك كيف رح تخلي أمل تحس. كيف؟ قوم امشي. يلا 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 قوم. بتعرفي شو بدي؟ كل شي مستحيل بدك يا حابة عيش قصة حب ومو حب عادي كتير قوي مثل قيس وليلى. لا لا بدي أكبر من هيك. بدي حب يخليني طير من الفرح. مثل ما قلت لك كل شي مستحيل بتحلمي فيه. يلا بلش. بشو؟ شو معقول ما فهمت؟ بدك تكتب رسالة جديدة بتعبر عن مشاعرك وحبك لأمل. يلا اكتب. ما في غير هالحل. وليش لا؟ شو ناقصني لحتى ما انحب؟ مو ناقصك شي بالعكس تماما. هذا اللي بقصده. لازم تنسي. أوف. بما انه ابوكي هو سليمان بيك ما راح تعيشي هالحب ومستحيل. وليش بقى؟ ايه شو ليش؟ بتعرفي شو بيعمل ابوكي اذا عرف انه في زلمة بيحبك؟ بيقتله بموته. بيقتله؟ بابا 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 فتح عيونك.
ساعدني يا ربي. يا الله ريح لي قلبي، ما عاد فيني اتحمل. لك اتركني فلت ايدي داود. اخي صدقني والله ما دخلني انا. بابا شو بك بعد هاي عني؟ الله يلعنك. لك ما بتخجل من حالك انت؟ ليش لا اخجل؟ انا رجال وممكن يصير هيك. القصة بتصير مع الرجال وما بيعيبهم شي. ومين اللي قالك انه هيك بتكون الرجولة؟ موضوع الرجولة ما بيخصك ابدا، بعيد عنك. صعب علي عاملك كرجال وروح لأطلب لك بنت البيك. هاي مو بنت اي حدا، هاي بنت سليمان بيك. الله يعين البنت اللي بدها تاخدك. بلكي اذا تزوجت بتغير، يمكن. يلا حضر حالك بدنا نروح. حلوة بنت البيك. ولك حتى إذا بزوجك أحلى بنات العالم رح تضل ناقص وما تتغير. ما سألته. إيه شو اسمه؟ أمل. أمل هيك لكان. أمل 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 يلا قومي بقى. شوفي قومي بنتي، عنا شغل. شو ما بدك تجهزي حالك؟ شوفي ليش بدي جهز حالي؟ قومي جايين ضيوف لحتى يشوفوكي. خطابين؟ مين هنن؟ يلا قليلي. واحد من أغنياء الضيعة. ايه مين هو؟ شايفني من قبل؟ ليكون أبوه هو اللي جابره. يعني أكيد يا روحي شايفك من قبل، انعجب فيكي وضلحقي كل الطريق، بس أنتي ما حسيتي. من أسبوع وهو عم بيلحقك ويراقبك. عن جد؟ يعني لما شافني انعجب فيني؟ بنتي كتير حبك. هذا الشاب غني؟ ما قالك بابا شو اسمه الشاب؟ داود. داود؟ داود اللي كتبتها للرسالة؟ جاهزة. ممتاز. كتبت شعر؟ كتبت بآخر الرسالة. إن شاء الله هالمرة بصير خير، أنا هيك حاسس. كيف رح وديها؟ هي عندك، أعطيها إياها بإيدك. شو أنت مجنون؟ هاي شو هالمكان للتسلاية؟ روح على شغلكم. الله يصبرني يا رب. بسم الله. إن شاء الله ما يسود لي وشي. إذا مو حلوة رح أرجع. إيه؟ خراس وأمشي. مو هاد وهاد مو عاجبني. هذا حلو، ليش ما عجبك؟ أي واحد؟ هاد؟ لا ما حبيته. هاللون أصلاً ما بيلبق لي، ما بحبه، ما بيعجبني أبداً. أمل جنيتي؟ لا ما جنيت. شو رح أعمل إذا ما لقيت؟ شكلي لقيت. لا كأنه كبير. يلا خلينا نروح. لوين؟ عند الخياطة. شكراً، مشان نضيق الفستان. خير، لوين رايحة أنت وياها؟ بدنا نضيق الفستان عند الخياطة. إيه روحوا يلا. علي تعال. تفضل. رايحين على الخياطة، روح وراهن. حاضر يا بيك.
قليلي متحمسة؟ يمكن، وكمان عندي فضول. إن شاء الله يكون حلو شخصية. يعني إذا كان حلو رح توافقي؟ جاي عبالي عيش قصة حب، بدي شخص يكون يحبني. وإذا كان حلو بيحبني أحسن. كثير متحمسة، مجنونة. شوفي خير، ليش لحقنا هيك؟ لأنه سليمان بيك قال لي. إذا قال لك سليمان بيك موت بتموت؟ أمل بكفي، شو بيعمل؟ في يعمل، مثلاً بيقدر ما يلحقنا، بس ما بيقدر ما ينفذ أوامر البيك. يلا لحقنا، وخلي بيننا وبينك خطوتين، وإذا لحقنا شي كلب أو ذئب منخليه ياكلك. قسيتي علي بالحكي؟ استني الخير لقدام، أنا بفرجي. إذا ما خليته يندم ما بيكون اسمي أمل. دقتي ملح الطبخة يلي على النار؟ ايه اختي دقتها. طلعي، بدي كل شي يكون جاهز من هون للمساء. ايه لو كانت بنتك عن جد ما كنتي رح تتلبكي هيك. هاي بنت البيك مثل كأنها بنتي وما بتفرق عنا. ما بيصير شي يكون ناقص، لازم نخلص على بكير. يلا أسرعوا، بدنا نشوف مين فيكم طبخه أطيب. مو سهلة تحضري صفرة كاملة ومرتبة للضيوف. ها بيت العم حاج بهذا الشارع، وصلتني أمي لجيب زعتر، خلينا نروح. روحي أنا بستناكي. ماشي، بدي قلك استنيني على الزاوية، بس هي علي معك، أكيد ما حدا رح يزعجك. ما أغلظك، روحي روحي من هون. لو سمحت. تفضل أخي. وين صار بيت سليمان بيك؟ ضل بوشك وبعدين على اليمين، وبعدها كمان بتروح على اليمين. بعدين بتلاقي قصر كبير، هذا بيت. بالأول بروح على اليمين ومرة ثانية بروح على اليمين. إيه مرتين، المفرقين على اليمين. متأكد يعني؟ طبعا متأكد، بتلاقي بوشك القصر مبين. شكرا لك. العفو، ميسر طريقك يا بيك. شكرا لك على الزفر، يعطيك يا حلو. الله يعطيك. ان شاء الله ما مشرف، ان شاء الله. لكن ضبوا، لا عيب عليك. اجي طمنيني، عجبتك الضيعه؟ ايه حلوه، ما حسيت بالوقت، كل شيء حلو فيها، الهواء والشمس. قليلي وعلي ما عجبك؟ شو صاير لك؟ شكلي لازم احسب حساب لكلامي. أهلا وسهلا فيكم، ليكم مين إجا؟ أهلا وسهلا فيكم. مرحبا. مرحبا، شلونك؟ داود، أهلا وسهلا. أهلا فيك يا بيك. تفضلوا، يلا يلا. بابا، وين أمل؟ أكيد ما أجينا كل هالطريق لحتى نشوف هالختيار. خلاص بقى، ليش واقفين؟ يلا يلا جايين. امشي أمل خانم. أنا أجيت. خالي شكراً، نحن أجينا. أوه أهلا وسهلا، يلا تفضلوا. يلا تعالوا، قدين بسطت بشوفتكم. يلا أكيد ما رح تفوت معنا لنشوف إمت رح تستسلم. لو تعرفي قديش بحبك.
بس شو الحل؟ قولي لي ليش هيك متلبكة يا بنتي؟ هي على طول هيك. خالة شكراً، بيخلص معك بسرعة؟ أكيد تكرمي. يا بنات استنوني بالحديقة بس خلص بقلكم. تمام. تعالي نقعد هون منشان ما نبعد عن عيون الحارس، لأنه إذا ضيعنا رح يروح لعند البيك وهو عم يبكي. صح كلامي؟ يي في مرجوحة، تعيني تمرجح. ما بدي، بدي أتسطح وأتأمل السما. يمكن حسين حبيبي عم يتأمل السما. مثل ما بدك. لهون ومرجحني. عم حاكيك ما عم تسمعني؟ بلا سمعت. وشو مستني لك؟ تفضل. حلو. انا بقول لك لك شو صار بالشاي؟ بقول لك احسن شاي بس انت بساط. لا خير غلط. شو صار لك؟ شوفي شو ها؟ انت منيح؟ شو بها؟ مين هاد؟ والله ما بعرف، صار له يومين عم يتفتل هون، مو شايفه من قبل. شكله غريب. ايه هيك الظاهر. نرمين شايفتيني؟ شايفتك شايفتك. اوف ما خليتيني اتأمل. ديري بالك توقعي، عم تتمرجحي بسرعة. انتبهي رح توقعي. المرجوحة كتير صارت قوية. انتبهي. عم تتمرجح؟ لك ليش ما بتردي يا أمال؟ أمال. 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 أمل طمنيني فيكي شي؟ بنتي الحمد لله ما تأذيتي، من زمان ما حدا تمرجح فيها. الله حماكي، منيح ما صار لك شي، شكري ربك. والله هالشبق بضاي. انجرح جبينك وطلع دم؟ عادي مو مشكلة أبدا. شكرا. العفو. معافى. الفستان جاهز. أعطينا يا خالة. تعالي شكرا معي. بدنا نروح قبل ما يتأخر الوقت. يلا يلا. وقف، هاد غلطي. فداكي ولا يهمك. عم يجع؟ صرت منيح. الله معك. يسلموا ايديك خالة، شكرا عزبناكي. امشي. والفستان جبتي معك؟ لكن شو هاد اللي ماسكته بايدي؟ مو طبيعية. يلا
تأخرنا لرجعنا. بنات مرجوحتك وين كنتوا لهلا؟ ليش تأخرتوا؟ عم بسألكم جاوبوا. شو صار؟ الضيوف جوا اجوا. يه شو اجوا بكير؟ ايه صح. يلا بسرعة فوتوا لجوا. شو صار؟ عطيت الرسالة؟ لا ما قدرت. شو بوش بينك؟ ولا شي. بالماضي كان قلبي مجروح وعم ينزف وهلأ اجبيني. علي؟ علي؟ نعم خالتي. افتح البايكة جيب السكر لأنه ما ضل عنا بالمطبخ. تكرم عيوني. سرعة يلا ابني. ها؟ هي اجت أمل. ليش تأخرتي يا بنتي؟ تفضل. ما شاء الله. صحة وهنا. ما شاء الله. لوين رايحة أنتِ؟ نارمين؟ لك هلأ بيشوفوكي. ما حدا بيشوفني، خليني روح. بنتي عيب، ما بصير. أنا ما شفتهم بموت. يلا طمنيني، شفتيه؟ شفته. يلا بنتي انزلي بسرعة بسرعة. لازم خبر أمل، بس أنا كيف بدي إلا؟ ساعدني يا الله. نرمين وينك انت؟ ليكك هون، كنت عم دور عليكي. شوفي ما في شي. شفتي؟ لمين؟ لك شو لمين؟ للعريس. هذا إليك، عجبك انتي؟ اذا شفتي رح يعجبك، هو مانو سيء. شفته. ايه وكيف لقيتي؟ اعطيني رأيك. حسيت نظراته، قصدي ما في حنية بنظراته. بنظراته؟ مو كان بدك شخص حنون ويحبك؟ ما حسيته بيفهم بالحب ولا عنده مشاعر. أمل حسي فيني، بترجاكي. بتفيدك المصاري؟ بالحالتين مو ناقصك. المهم الشخص يكون مريح وبيحبك وكمان لطيف، حتى إذا كان ابن سلطان أو فلاح ما بهم، المهم يكون في محبة وتفاهم بيناتكن. صدقيني هذا مو هيك. إيه داود، وهي بالأخير شفت العروس.
لما شافها مدري شو صار له. ليك كأنه تحمس. عن إذنك أنا قايم لأنه لازم شوف دواليب السيارة قبل ما نروح. خير ما بتعمل، سبقني وبالحاك. أي لسه بكير، هلأ أجيتو. إيه والمهم شفناها للعروس، وهي شفناكم بخير. حاجة صار لازم نروح. إيه سليمان بيك، نحن بانتظار خبر حلو منك إن شاء الله. أنا كنت رايح بس ضيعت لأنه البيت كبير. من هديك الجهة. شكرا بالإذن. ليكي عيونك أحلى عيون شفتهم بالدنيا. وعيوني ما في أحلى منهم بكل الدنيا. والله يا داود ما أنا قليل. مرحبا يا حلوة، عيونك حلوين. مستنين خبر حلو منكم. إن شاء الله كله خير، وإن شاء الله رح نعمل عرس طبل وزمر ونخلي كل الضيعة تحكي فيه. داود دير بالك على أبوك. بعيوني. إيه بس يصير أي شيء جديد خبرني يا بيك. تكل على الله يا رضا، أكيد رح أرجع أشوفك. ضل بخير إن شاء الله. وأنتو بخير. يلا بشوفك. الله معك. الله معك عليكم. مع السلامة. أمل في شي مهم لازم قلك يا وأنا. شو هاي؟ داود كتب لي هالرسالة. شوفي هي أحلى كلمات شفتها بحياتي. معك حق نرمي، طلع أهم شي الحب ونكون متفاهمين ونعيش مرتاحين مع بعضنا. هلأ لفهمت شو قصدك عن الحب بعد ما قريت الرسالة. عن جد أنا بحاجة هاد الحب. معك حق، كلنا بحاجة الحب لحتى نقدر نعيش. شوفي هاد هو الحب الحقيقي. بعدين حطيت الرسالة تحت مخدتها. ايه تمام، معناها رح يمشي الحال. مين هدول اللي اجوا اليوم؟ تعرفون شي؟ لا، الكل كان متلبك فيهم، شكلهم بهموا للبيك. بعدين الناس ما قامت. شفتوا كيف كان عم يضحك ومبسوط؟ كان عم يغازل نيرمي. شو؟ عديم الشرف، يا ريتك ضربته. عشوي كنت ابتليت فيه لو ما اجى البيك. كل الوقت عم يرحب بأبوه للشاب، ما فهمت شو القصة. هو مبين حدا مهم بس ما بعرف مين بيكون، وهذا الشاب ابن البيك اللي اجا. يا ترى ليش اجوا؟ قلتك بتكون شافتها للرسالة؟ بعد ما قريت هالرسالة حسيت إنه كل شي رح يتغير، ولا شي رح يضل مثل قبل. أمل ليكي وقفي، رح أقرأ لك الرسالة. أمل، أنت أمل عمري، أنت حلم حياتي. كتير بتمنى
اتأمل وشك الحلو وعيونك الكبار، يا ريت تعرفي قديش بحبك يا قمري الحلو. أنا بحبك، أنا بحبك. شو الحل؟ أمل صدقيني أنا بحلف لك إني رح ضل حبك كل عمري، سواء حبيتيني ولا لا. وإذا طلبتي مني أتخلى عن هالحب ما رح أقدر، حبك مثل المرض وما إله علاج. يا الله، معقول أنا عم بحلم؟ هذا مثل الحلم صدقني. معك حق يا علي، يا ترى مبسوط بهالحلم ولا لا؟ قلي لشوف. مبسوط وكتير. يلا خلينا نروح. لوين رايحين من الصبح؟ ما بعرف بس مبسوطة، خلينا نطلع نتمشى أنا وياكي هلا. ايه اوف منك يا أمان، شفتها مبسوطة هيك مبين. برأيي هي قرأت الرسالة. بس مثل ما عمل لك، ولا ليش لا تطلع بهالوقت؟ ليش يا ترى؟ مشان تحكي معك، بدك تلحقها ولا لا؟ رح تسألك عن الرسالة. ها أنا؟ أنت شو رح تسألني أنا؟ اسم مين مكتوب على الرسالة؟ عاصم أنا ما كتبت اسمي على الرسالة. شو؟ يلا أمشي لشوف. الله يصبرني عليك. علي! أنا جيت لحالي لعندك. خد أوصني، خد هاي المسدس، يلا أوصني أوصني وريحني، خده من إيدي، خد يلا. قلت لك خد المسدس. روح من هون. جيت لعندك مشان ما تقتلني قدام أمي، أوصني. روح على بيتك. مرقت سنين ما عم يروح المنظر من ذاكرتي لما أبي أوص أبوك وقتها. كل يوم عم بسمع صوت الرصاصة كأن اليوم. ما عاد فيني اتحمل هالذنب أكتر، عم اتعذب. اقتلني وريحني، ما عاد فيني اتحمل. خد بتارك وريحني، ما عاد فيني اتحمل، ريحني. اقتلني. قوم، أنا مالي عندك شي، القصة صارت بالماضي ونسيتها. يعني ما بدك تاخد بالتالي؟ بدنا نبلش بصفحة جديدة. لما دفنت أبي دفنت الدار، وأنت كمان دفنه، بكفي حاجة دم وتارات. رجال يا ابني، يلا روح على شغلك. يلا لا
لازم نروح تأخرنا. عادي، هاي الحارس علي معنا. أمال، شو مشان داوود؟ بدك توافقي إنك تتزوجيه؟ فكرتي منيح؟ فكرت، ما عم بيروح من بالي وشه وكلمات شعره. شوفي شو حلو، كلماته بتجنن كأنه شاعر. اسمعي، في أحلامك في الليل ورافقك كظلك، ابقي معي ورافقيني. كما الروح عمرا. القصة كلها شقفت رسالة. لا، هي الرسالة غالية علي، مو رسالة عادية، رسالة حب وخسرتها. خسرتها بسببك أنت، الله يلعنك، نزعت لي أحلى لحظة بحياتي، خسرتها بسببك. إذا حب حقيقي ما بتخسري أبدا، الحب بيضل كل العمر. وأنت شو بفهمك بالحب؟ ما بتعرف تكتب كلمة من الكلمات الموجودة فيها. لا تزعل، هي أول مرة بتحب. وأنا كمان. شو رح يصير؟ ما بعرف. البنت حبتك إلك، مو أنا، ابن البيك. اسم العريس داود. مو مهم، لي أنا بعرفه إنه أمل حبتك لإلك لما قرأت الرسالة. هاي كلماتك يا زلمة. تخيل لو بتعرف إنه اللي كتب هالرسالة بيشتغل عند أبوها، برأيك رح تضلها تحبني؟ عاصم لا تعصبني، لا عاد تحكي. علي، أنا ما بحب أمشي مع رجال، وخاصة مع ناطور بيشتغل عنا. مع ناطور بيشتغل عنا. يلا امشي ورانا، خلي بيننا وبينك خطوتين، وإذا لحقنا شي كلب أو ذئب منخليه ياكلك. وأنت شو بفهمك بالحب؟ ما بتعرف تكتب كلمة من الكلمات الموجودة فيها. خسرتها بسببك أنت. ناطور، حارس، الله يلعنك، كله منك. حارس، وخاصة مع ناطوري بيشتغل عنا. يا الله، يا ربي خلصني من هالحب هاد، ساعدني يا الله. لنشوف ايمت رح تستسلم. وخاصة مع ناطوري بيشتغل عنا. وخاصة مع ناطوري بيشتغل عنا. يلا امشي ورانا، خلي بيننا وبينك خطوتين. وانت شو بفهمك بالحب؟ ما بتعرف تكتب كلمة من الكلمات الموجودة فيها. مستحيل، انا ما بحب امشي مع رجال، وخاصة مع ناطوري بيشتغل عنا. عم يجعك؟ ما عم بقدر ابدا. حبيتك كتير يا امل، يا ترى شو الحل؟
sen gili zarım, kar etmez ahım. Sen gili zarım, on olmaz işler güzelim dilde bu yare. Ah on olmaz işler güzelim dilde bu yare. Olsam da geçmem bin pare pare. Olsam da geçmem. شبك. وشو دخلك؟ شفت شي حدا هون؟ قصدي بالحديقة، إجا حدا؟ إيه إجا. بسرعة قلي مين؟ أنا. شايفة هي النجمة؟ وينها؟ هي، شو فيها؟ اللي جنب النجمة الكبيرة. هي؟ إيه بالضبط. ستي كانت تقلي كل نجمة إلى قصة. وقصة هالنجمة أحلى قصة حكت لي إياها. ليش؟ قلي شو قصتها؟ قصة الحب. خديجة، نادية لأمل، لازم نبعت خبر لرضا بيك. هاي العادات، بدي أعرف إذا بدها تتزوج داود. بس يا بيك، يعني بلكي قالت لا، شو بدك تعمل معها إذا ما وافقت؟ وقتها أنا رح قرر. شو قصة حب هاي النجمة؟ الحب الأعمى أكتر من سواد هالليل. في شاب بحب بنت البيك، بس البنت ما كانت بتعرف إنه بحبها، وهذا الشاب كان دائما بنفس الوقت زعلان كتير ومبسوط كمان. بايخ، ليش لا يزعل؟ معقول يزعل لما يشوف اللي بيحبه؟ زعلان لأنه مستحيل يكونوا لبعضهم، وبحياته ما رح يقدر يلمسها. وفوق هيك كان في حدا تاني، زاد زعله لأنه عرف أنه في حدا غيره بده يتزوجها. كل يوم بيطلب من ربه شغلتين، الأولى يقدر ينسى هالحب ويخلص منه، والتانية الصبر. الصبر وبس. قلت الصبر؟ ليش؟ ليتحمل وجع هالحب لما رح تصير لغيره. الله يصبره ويكون بعونه على ما ابتلاه يا رب.
أمال؟ أها، وين راحت هي؟ خير شوفي، كل الوقت عم تنادي لأمل. خلاص بكفي، أصلاً اللي فيني مكفيني. وين راحت؟ أبوها بده إياها. أبوها؟ آخ يا الله، شو بدي أقول إذا ما لقيتها؟ أكيد هي ما راحت على السوق بهالوقت. يلا قليلو نايمة، أنا رايحة دور عليها. أوف. كمل. بعدين بيجي هاليوم وحبيبة هالشاب بتختار الشاب الغني، وحبيبة بينكسر قلبه. هالبنت ضايعة ما عرفت تختار، لأنه كانت تفكر يلي بيملك مصاري بيقدر يملك كل شيء. يلي معه مصاري بيقدر يملك كل شيء، بس مستحيل بالمصاري تقدري تملكي قلب بحبك. أمال، يا أمال جاية. يلا كمل. ما قدر يتخيل إنه ما رح يبقى يشوفها، وما عاد قدر يتحمل بعد ما أخذت قراره انقهر. بعد ما سلمها الشاب قلبه، بنص عتمة الليل لمعت نجمة الحب. لمعت؟ وليش؟ الحب الحقيقي ما بيموت، حتى لو هي أخذت غيره رح يضل يحبها. أمال؟ لازم روح. ستي كانت تقول للنجمة، الحب الحقيقي بينور العتمة وما بيطفي أبدا. الإنسان يلي بيمشي بطريق الحب بيعيش، وإذا عاش حياته بلا حب بيموت، وبصير العالم بلا معنى. أمال، أبوكي بده ياكي، تعالي بسرعة. تأخرتي. بابا أنا كنت قاعدة أنا ونرمين بغرفة الضيوف وإجت الخالة ماشي خديجة. ماشي تمام يا بنتي. رضا بيك بدو ياكي لأبنه داود. أنا شايفه مناسب. الله يسعدكم. إذا حكيتي مع أبوك بيسمعك، حتى لو البيت قاسي ما بيزعلك. قومي احكي معه، أكيد ما رح يزوجك لشخص ما بدك إياه. لا عاد تبكي أمال. وشو بدي أقول له؟ إذا حبيت يكون عرسي على داود بكرة يا ترى بيسمع مني؟ أنتي مو زعلانة؟ نرمين أنتي مجنونة؟ ليش لأزعل؟ شوفي كتب لي هالرسالة، زت داود من الشباك وهرب. داود؟ كيف قدر يدخل لهون؟ بنص الليل؟ أكيد هو ما بيسترجي. بلا، لأنه بيحبني، والإنسان لما يحب من قلبه بيعمل كل شيء. شو قال لك علي بالحديقة؟ علي قال لي حكي بلا طعمة، حكى لي قصة بايخة.
داود بيك لو سمحت تركني وروح. بترجعك بعد عني تحكي. بترجعك داود بيك. لا تعذبيني. هلا بيشوفونا. خلصنا لو بقى. سمحت تركني. لك يا عيب الشوم عليك، انت رح تعال ها؟ انت بقى زوجني امل، ووقتها بصير عائل. بدي اتزوجها. طيب جهز حالك لكان عرسك بعد 3 ايام. بدك تضل هيك انت؟ لا، شو رايك قوم اصلك شوي؟ شبه ليش انت عنيد هيك؟ ما بدك تروح تحكي مع امل؟ لازم تحكي مع امل وتعرفها مين صاحب الرسائل. الا انك انت قلت كل شي فيني عليه. ايه ما بكفي امل، لازم تعرف. لا تضل قاعد هيك، روح قل الحقيقة. روح، هاي فرصتك الاخيرة. شو بدي اعمل؟ شو ما عملت هلأ ما بقى في شي بفيد. امل اختارت داود مو علي، وشو بدك تعمل؟ انا رح ادعي واطلب من ربي يساعدني. كأنك مو مبسوطة بنوب. لا بالعكس، وين رح لاقي حدا مثل داود؟ لو ما كانت هي رسائل، يعني قصدي لو ما شفتيها، كنتي لسه بتقبلي تتزوجي داود؟ ما عم صدق عن جد، بتقبلي تتزوجي حدا ملعب مثله؟ حدا ملعب؟ كيف؟ ما فهمت شو قصدك؟ بصراحة يمكن أنا غلطت وكان لازم خبرك من قبل، بس ما قدرت، ما بعرف ليش، أنا خفت إذا قلت لك تفهميني غلط. احكي نرمين، قولي لي شوفي. داود نظراته إلي كانت وسخة، نيته مو صافية صدقيني، ما أنه مناسب لإلك، فهميني. قلتي لي لكان إنه مو مناسب ونيته مو صافية، غرتي مني؟ بعرف غرتي مني، ولهيك ألفتي هاي الكذبة. وحدة كذابة. لا أمل، معقول ما انتبهتي على نظراته لداود؟ يلي بيكتب هيك رسالة ما بيكون مثل داود، فهمي بقى. داود كذاب وواحد ملعب وعم يضحك عليكي صدقيني. الوقت المناسب. ايه معك حق، برأيي المسا انا كرمال هيك اخترت يكون وقت العرس المسا لانه بيناسب الكل، رح يكون العرس حلو ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. سامحيني اختي. لا تخاف، رح احط بنتك بعيوني. اخ اكيد يا رضا بيك، ما بشك بهالشيء. يلا بنتي لا تاخريها، هلا بتشوفوا بعد المسا بالعرس. يلا بنتي. مبروك يا بنتي، الله يسعدك. يلا يلا تفضلي. الله معك يا رضا بيك. يلا هلا بشوفك بالعرس. مع السلامة. السلام عليكم. لا تقلق، كل شيء رح يكون منيح إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا يا بيك، بشوفك. وفق يا ابني. يمكن بدنا سيارة تانية. يلا بشوفكم. الله معك يا السلامة. بيك مع السلامة. مع السلامة. الله معكم. يا الله يا رب تصبرني على وجعي، أنا ما إلي غيرك. أنت يلي كنت عم تكتب الرسائل؟
تقلق يا سليمان بيك، بنتك كأنها ببيتها مثل بنتي وأعز. أمل صارت أطعى مني وأكثر. لا تأكل هم ذنوب يا بيك. إن شاء الله إن شاء الله. أهلا وسهلا إن شاء الله. حلوة هالحفلة ها؟ داود أنت عن جد شاعر؟ لا أنا داود. بس في أحلامك بالليل أرافقك كظلة. بس شو قلتي؟ عيدي لي يلا. ما فهمت عليكي، أكيد عم تمزحي ما؟ الحب الحقيقي بينور العتمة وما بينطفي أبدا. هاد مو أنت يا ربي، أنا شو عملت؟ وين رايحة؟ بابا بابا شو اللي عم يصير هون؟ ما بعرف والله. أمل ارجعي. الإنسان اللي بيمشي بطريق الحب بيعيش، وإذا عاش حياته بلا حب بيموت، وبيصير العالم بدون أي معنى بالمرة. أنا عم أقول لك ارجعي. الإنسان اللي بيمشي بطريق الحب بيعيش، وإذا عاش حياته بلا حب بيموت، وبصير العالم بلا أي معنى. حبيته يا بابا لأنه ما بيشبه حدا. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.